أجمل ترحيب بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل الذي تابعناه مع هذا الصباح بانطلاقات الخير والبركة مع أشواط الأصايل. انطلاقة الشوط الخامس لفئة الحيل والشوط الرئيسي للإنتاج ينطلق من مسافة 8 كيلومترات. يحمل هذه الشعارات ضمن فعاليات المحلية الخامس بمرحلته الثانية. نتابع هنا الانطلاق والتحدي مع هذه المنافسة المشرفة. نتابع البداية وصدارة الشوط. هناك المقدمة مع هملولة محمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي مع البداية يسير في مقدمة هذا الشوط باحثا عن الإنجاز وعن الانتصار مع تحديات هملولة المتواجدة على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتابع القادمة هنا والمتواجد إسعافة لناصر بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري قادما مع إسعافة على المركز الثاني يتواجد في موقع التحدي والمنافسة. المركز الثالث أتابع هذا الانطلاق مع الجزيرة سعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري بن مهيرة يتواجد بهذا الانطلاق يقدم لنا عطاءات الجزيرة مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا القادم الضبية لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري يتواجد بهذا الانطلاق مع الضبية على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أتابع هنا جزيرة أخرى تشارك وتتقدم في دائرة النداء والإذاعة بشعار الداب. حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب المري يتواجد مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى بأول نداءات ممتعة على مسامعكم للخمس المتواجدة. تحدي المقدمة ونعود مباشرة مع صدارة الشوط. البداية هنا والانطلاقة الأولى لمحمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي ما زال قائدا لمجريات هذا الشوط. ولكن من بدأ تتسلل بهذا الانطلاق الجميل؟ الجزيرة لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري يقدم لنا الجزيرة التي بدأت تتسلل مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط باحثة عن الناموس وعن الانتصار بهذا الصباح وبهذه الأداء المتميز. نتابع المركز الثاني هنا المتواجد الضبية قادمة بتحديات وانطلاقة راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري يتواجد في موقع التحدي والمنافسة مع الضبية التي تحتل المرتبة الثانية. وتابع المركز الثالث قادمة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي ما زالت بن سهير بن قادما بتحديات هملولة يحتل المرتبة الثالثة. المركز الرابع وتابع وانتقل مباشرة مع الجزيرة والاسم الأقوى هنا يتواجد بهذا الانطلاق الداب الذي يتواجد المرتبة الرابعة المركز الثالث. هذا التحدي حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب قادما مع الجزيرة التي بدأت تتسلل من موقع إلى موقع وعينها على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الخامس أتابع التواجد والانطلاق مع إسعافة لناصر بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري يتواجد في موقع التحدي والمنافسة مع إسعافة التي ما زالت تتواجد في موقع التحدي والمنافسة والإذاعة مع المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للمرة الثانية. أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام للخمس الأسماء المسيطرة على دائرة النداء والإذاعة والمنطلقة في تحديات ومسار هذا الشوط بهذه المنافسة المشرفة التي تجري على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في تحديات وانطلاقة أشواط الأصالة
أشواط التراث، أشواط رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الهجرة العربية الأصيلة. أتابع تحديات المقدمة وصدارة الشوط. هناك من غيرت، هناك من بدأت تتسلل بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. الجزيرة بالاسم المتميز، بالاسم المحظوظ لدى عشاق هذه الرياضة العريقة. نتابع الجزيرة بشعار بن جرحب قادمة هنا، بدأت تتسلل بدورها إلى صدارة هذا الشوط، تبحث عن الناموس وعن الانتصار بتحديات بن جرحب القادم. حمد بن محمد بن جرحب المري قادما بتحديات الجزيرة على صدارة الشوط، تنطلق هنا مع انتصاف المسافة وبدأ العد التناسلي مع هذه الأسماء المتميزة والأسماء المشاركة. نتابع المركز الثاني، هنا ينطلق بعد اللحظات شعار بن حباب قادما في منافسات وتحديات. هذا الشوط يقدم لنا عطاءات ضبية. راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري يتقدم منطلقا متحديا بتواجد الضبية على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع بن مهيرة ما زال متواجدا في عمق المنافسة وتحديات هذا الشوط، يقدم لنا الجزيرة سعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري يتواجد بتحديات وانطلاقة الجزيرة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا تتواجد مسعلة بشعار سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين بأول نداء هنا قادما بسالمين بتحديات، وانطلاقة مسعلة بتحدياتها على المركز الرابع المركز الخامس. أتابع هذا الانطلاق وهذا التدخل بهذه اللحظات الحذر لعلي بن راشد بن محسن بن عبدان المري قادما مع انطلاقة وتحديات الحذرة مع المركز الخامس، بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الرابع بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء المتقدمة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط، التي تتواجد في موقع واحد من أجل الصراع والنزاع من أجل الناموس والانتصار. نتابع الأسماء، نتابع شعارات، شعارات الكبار المتواصلين بهذا المسار والتحدي بانطلاقة هذا الشوط الجزيرة. وهنا انطلاق وتحديات الاسم القادم الحذرة وأيضا مسعلة وأيضا هذا التدخل مع الضبية وأيضا جزيرة أخرى وأيضا مسعلة، خمسة أسماء تتنافس في موقع واحد من أجل التحدي ومن أجل الانطلاقة الجميلة. نتابع هذا الانطلاق ونتابع التحدي في منافسة شيقة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار بقيادة الجزيرة المنطلقة على صدارة هذا الشوط. حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب سيارتين برصيدها وحافلة بالإنجازات. الجزيرة سابقة ثلاث أشواط رئيسية من المحلي الأول حتى الثالث وعندها سيارتين برصيدها. هنا تاريخ مسجل مع الجزيرة المنطلقة، وشكرا لسالم بن راشد بن الأسود على هذه المعلومات القيمة التي يوفينا بها من أجل النوفي حق الجزيرة المنطلقة مع البداية. والداب ما زال غائدا، ما زال منطلقا مع البداية، يقدم لنا عطاءات الجزيرة حمد بن محمد بن جرحب المري. ولكن بن حباب، بن حباب قادما بخبرة السنين يتواجد منطلقا بتحديات ضبية. راشد بن ناصر بن حباب الهاجري يتواجد بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. وتابع هنا بن سالمين قادما مع مزعلة، ومزعلة هنا تتواجد بشعار بن سالمين. السعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري يتواجد مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع بن مهيرة هنا يقدم لنا الجزيرة سعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري مع المركز الرابع تتسلل إلى المركز الثالث. وتابع المركز الخامس السبعة لراشد بن محمد بن ناصر بن لخن غادما مع السبعة بأول نداء مباشرة إلى دائرة النداء والإذاعة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء المنطلقة والمسيطرة على دائرة النداء والإذاعة. نتابع المنافسة ونتابع الانفراد مع الجزيرة التي بدأت تنطلق هناك في مقدمة هذا الشوط باحثة عن النقطة الرابعة بهذا الموسم بإنجازاتها وبسجلها الحافل بالإنجازات مع 1500 متر الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية وعن الناموس بقيادة الداب. يقدم لنا الجزيرة
مع الجزيرة المنطلقة في صدارة هذا الشوط، حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحة بالمر قادما بتحدياتها وباندفاعها نحو الانتصار ونحو الناموس بتألقها وبإبداعها دائما وأبدا تقدم لنا هذا العرض الجميل والأداء المتميز. تابع المركز الثاني قادمة هنا مزعلة بن سالمين هنا يشكل الخطر على المقدمة سعيد بن محمد بن سالمين المري قادما مع مزعلة بانطلاقها وباندفاعها نحو التحدي هنا ونحو المنامسة المشرفة مع الكيلومتر الأخير والخطير الجزيرة قادما بشعار بن مهيرة هنا جزيرة أخرى تشارك هنا تشارك المنافسة والتحدي سعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري ولكن نتابع الدار مع الجزيرة حمد بن محمد بن جرحب المري مع البداية بدت المعركة معركة الكبار طاحنة هنا ومنافسة شيقة مع الجزيرة مزعلة والجزيرة بن جرحب وبن سالمين في موقع واحد من أجل التحدي والمنافسة ولكن مزعلة أرضت بن سالمين ولكن أزعلت المشاركين مزعلة مع سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري قادما هنا بتحديات وانتزاعها لناموس هذا الشوط مزعلة مع بن سالمين تفاجأنا مع اللحظات الأخيرة والخطيرة تحقق هذا الإنجاز مزعلة واللحظات الأخيرة سعيد بن محمد بن سالمين المري يحقق الناموس وينتصر مع سالج مزعلة من حققت هذا الإنجاز مزعلة واللحظات الأخيرة والخطيرة بن سالمين يفوز بناموس هذا الشوط الرئيسي للإنتاج يقدمه لنا بن سالمين بأجمل صورة تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري على فوز مزعلة وتحقيق الإنجاز المركز الثاني الجزيرة لحمد بن محمد بن جرحب المري المركز الثالث الجزيرة لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري المركز الرابع لمار لجار الله بن حمد بن جار الله بن جهوي المري المركز الخامس وصول وجود لحمد بن فرج بن هادي المعيان المري. إذن مشاهدينا ومستمعين الأفاضل هاي المنافسة والتحديات هذا الشوط فكانت مزعلة حاضرة لكي ترضي بن سالمين بناموس هذا الشوط تهانينا والناموس جاءت بتوقيت زمني وقدره من مسافة 8 كيلومتر 12 دقيقة 53 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري على فوز مزعلة وتحقيقها للإنجاز. المركز الثاني جاءت الجزيرة بتوقيت زمني وقدره 12 دقيقة 54 ثانية 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب المري. المركز الثالث جاءت الجزيرة بتوقيت زمني وقدره من مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة 58 ثانية 5 أجزاء من الثانية تهاني والناموس لسعيد بن سالم بن سعيد الجربوع المري تهاني والناموس لجميع الفائزين.